المشكل عندي هو الموطور ديالي كان بلاصي هنا حدا الدار عندي اون فاس مع الدار مي با مارشي 160 متر و 30 متر كاع ما كايناش فيقوني في الصباح حتى تلقى الكاميو هزو الموطور ولاش الموطور تيتهز في الكاميو تنعرف انا خدمه السيرك بوليس ديال السيركيلاسيون ما جا القايده ولا ما عرفت القايد وانا ما فهمتش كانوا بزاف هما ما غاديش نفرز ما بين القايد ما بين باش جاوبني دويت معاه قلت لي فلان راه الموطور ديالي قال لي سير جيب الاوراق مشيت طلعت تنجري للدار جبت الاوراق وريتهم لي قال لي فلان صافي المهم دابا راه اللي عطى اللاطات توصل علينا نعطيه لك داز مع شي ساعه ونص وصلت عليهم للشابو عندنا هنا في حدا در مولي الشريف تنشوف الموطور قلت لي فلان شوف الفورج تكرفسي لي عليه التهرس والكلاك ولا مع التراكس وديك الروينه قال لي المهم سير بلاتي وغادي نشوف واش غادي نديروا معاك بقيت مريح حتى بنت لي البوليس والديباناج الدرجه ديال البوليس ديال السيركيلاسيون جبت لي الوراق قال لي الوراق عندك مريقلين قال لي ولاش كنتي امارش قلت لي لا راه كان مستالي بلاصي ومحيده لي لا ماشين ومحيد لي الكاريناج حاطو كلير فهمتي الكاروسري قال لي بحال السيد بغى يتاسف ليا زعما راه ما عندوش الحق يهزوه ليك بالعربيه هذا رجل امن وتنحتارمو من هذا المنبر لحقاش الطريقه باش دوا معايا والطريقه ديال عيني باش مني شاف هذيك الحاله بحال بغيت يتاسف لهذاك القايده ولا ما عرفت الله اعلم بهم شكون هما انا حسيت بهذاك البوليسي بحال تحرج قال لي ما عنديش لودر قال لي شوف واش انا واش غدير قال لي لا غدير الدائره الطروندو تما عرفت بين القضيه البوليس ما عنده حتى علاقه بهذه مجبر عليه باش غادي جبرو باش يديه بحال تيقول لي غديه وربي كبير هاد خينا غندروه بانه تيعيش منه ومعيش منه ثلاثه الوليدات هو باش عايش وحاليا عندي فراكتير في اليدين وحطوا في الريباراسيون اتفقت في الصباح انا حاليا من غدا غنشوف اش غادي ندير باش نمشي نصفر نمشي ما عرفتش حتى الشفره ما عنديش معاها حتى الطريقه باش غادي نصفر ما عنديش يلا دابا اعطيوني حل نتوما وتنتمنى الراي العام يتفاعل معايا في هذه المساله لحقاش هادي كما غيطرى ليا انا راه تقدر حتى تكون حاط الموطور ديالك يطريبار ويجي قايد ولا قايده ولا الله اعلم ويهزو لك ويقولوا لك سير القايده كان العون ديال القايد وهذيك الروينه اللي تيكونوا الباد جور الروينه قلت لي قال لي الوراق عندك قلت لي الوراق عندي طلعت جبتهم يعني في الاول هزو غير على اساس قالوا راه مشفور لا هما انا مشيت معاهم في القانون زعما يقدر يكون الموطور مشفور لحقاش معرين وهذه يقدروا يقولوا مخون محيدين منه الكاريناج الماكينه وهذه الور غنشوفوا مولاه شكون هو مني وقفت عليه وقلت له الاوراق ها هما طلعت جبتهم وريتهم ليه صافي تصدم تضربت لي لافير ديالو في الزيرو ما عندوش لودر هو يهزوا لي في كاميو ولي مسو اصلا يقدر يعيط على البوليس لابريغاد كليمينيل ديال الفول ويعاينوا ويهزوا هما اللي تكلفوا به الا شك فيه الشفره دابا انت باش غتخدم على وليداتك دير كروسو هو باش خدام دابا انا لحقاش مهرس واش غدير كروسو حمار بحال هو ما عرفتش كروسو حمار ما عنديش فلوسه فين من غنجي نجيبهم هو الموطور اللي عندي تنتسنى امتى نصح ونولي بخير ونعاود الريباراسيون الموطور هو الدوليه هو وليت حتى الورقه ديال حتى البوليس دابا تابع للدائره ديال الطروندو من الديباناج ما شافها ما مسلكاش ما غيقدرش يعطيني واحد الروشيطه واحد الورقه ديال البروسي ولا هذا لحقاش ما عندي حتى شي مخالفه الور سير منك الواد دابا الموطور راه هو عندهم داو الفوريان والكوميسير قال لي هو شوف كيفاش دير سير سوري ولاش غنسوري موطور اصلا هو باقي في الريباراسيون انا ما عنديش فلوس باش غنريباري وانا حاطه قدام الدار دابا تنتسنى امتى نديباني ولا نتسلف مع شي صديق باش غادي يصوفيني وعندي فراكتير هرسه ها هي ها دير الحديده باش هذيك الخطايا فوق الخطايا ها خطا
خطيه فوق خطيه. اه خطيه فوق خطيه، ما عرفت الناس اش باغي عندي. انت تشوفوا دابا ها الحاله، ها الموطور هو باقي الزيت ديالو هنا، ها انت ها الدار، ها الموطور فين كان. انا متفق معاهم من هذيك الناحيه ديال العشوائيه والزبال والوساخ والنظافه مزيان ايه، ولكن باش درني في موطور يعيش به حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ها واش شكون اللي غناشد؟ كاع كتحمل المسؤوليه. المسؤوليه تنحملها لحقاش من عطاهم الطوريزاسيون ديال التنظيف والنظافه وهذه. هذاك الموطور اشناهو ذنبو؟ اش ذنبي انا؟ انت جيتي دير واحد الحاجه خدمه للامه الشعب النظافه والنقاو تنقولوا ايه تنفتخر بك، ولكن باش ضرني في رزقي دعيتك الله وحسبي الله ونعم الوكيل وما غاديش تدوس لي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.